اهلا بنات، نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله فيديو جديد، غنشوفوا كيفاش نخدموا هذا الموديل. هذا خدمته في جلابه، من بعد ان شاء الله غنوريها لكم كامله باش تشوفوا الموديل كيفاش طالع واقف هكا على الجلابه. غنخدموا هاد الرشمه، هادي غادي نخدمها برقيق مهرس. هذا السنيده، هذا رقيق بزاف، تخدموا حتى بالرقيق عادي اللي بغيتو، ماشي بشرط يكون هذا الرقيق. وندير الحجيرات هادو سيبورات، وانا غندخل فيها هاد الرقيق احمر مكور، وغادي نخيطها ان شاء الله بالحمر. ان شاء الله غادي تشوفوا النتيجه في الاخر. وغادي نخدم بهاد العقيق هذا طويل، ما كيكونش طول بزاف، حيت كل ما طول منه هذا غير مويان على الشكل ديال الطول ديالو. صافي، وانا غادي نخليكم دابا مع الطريقه.
صافي البنات من بعد ما كملتها غتجي هكا. ها هي الرشميه هادي، هادو هما الضوفات جوج، هما الضوفات هنايا، وهي هاد الرشمه غادي تجي في الجنب ديال سفيفه، غتجي سفيفه هنايا. وهذا القب درت هنايا جوج قليبات تما، شتو هانتوما. الحقيقه جات زوينه، ان شاء الله من غادي نطلع هاد الخياط غادي نوريها لكم طالعه كامله، نتمنى تعجبكم. صافي هي الجلابه من بعد ما كملات نوريها لكم، ملبوسه بحال هكا في المانكا باش تشوفوها مزيان. هانتوما كي جات الرشمه، نقرب ليكم. شتو خيطه بالاحمر غابيل ديال هاد العقيق هذا. وهنايا في القلب درت ليها جوج قلوبه، شتو كي جات. جلابه درت ليها في صاله مخزنيه، نتمنى تنال الاعجاب ديالكم.